معادي معادي ومعادك واي معاد تحت امر حضرتك. فين فين معادي يا فندم؟ عند المدام بتاع بابا عبده. يا فت ايه ده؟ حضرتك اسمك بطة؟ بطة؟ بطة مين؟ حضرتك أساسا من النعالي طيب؟ اه من النعالي. طب ده سعرت ولا باروتة؟ أنت بتسأل أسئلة كتير ليه؟ أنت مالك؟ لا عادي بتقل. أنت شخص مستفز بصراحة. بقول لحضرتك إيه؟ رتدي كده معايا شوية، رتدي معايا شوية تفتتريني يا بطة. بطة؟ اه هتفتتريني يا بطة. بطة مين؟ ايه نسيت يا بطة؟ لو كنت نسيت اللي جرى نجيب الدفاتر القديمة تتقرا. بطة ايوه انت بطة، عمري ما هنتاكي. بطة عمري انت مجنون؟ لا انا متمجنون. لا انت مجنون. انا متمجنون. لا انا متمجنون. انا عمري مين اللي متخلف؟ انت. هي نفس التتمة اللي كانت بتستنهاني بطة، اقسم بالله. انت في حاجة تعبت في دماغك؟ لا ما فيش حاجة تعباني يا هانم. ايه نسيتيني؟ نسيتي الستة وثلاثين ألف؟ نسيتي؟ هات معاك وانت داي سمسن، هات معاك وانت داي فستق، هات عين جمل، هات لوز، اصل انا امي بتحب عين الدمل، اصل انا ابويا بيحب اللب السوري. فاكرة ولا نسيتي؟ فاكرة ايه؟ والله ما هحلك، والله ما هحلك. انت مجنون صح؟ مجنون. 30,000 جنيه. 30,000 جنيه؟ تبكى ب 30,000 جنيه. انت متخلف اصلا. بقول لك ايه؟ بقول لك ايه؟ لا ما تقوليش مش هوطلك. ما تمدش ايدك. بقول لك ما تمدش ايدك. انا مدت ايدي يا حرامية انتم يا ام بطة. نزلني هنا على جنب. مش هحلك الا لما اخد حقك. كده ما تمدش ايدك. مش هوع ايدي. انت مجنونة ولا مين اللي متخلف؟ انت متخلف. قال يعني البت بقى من معادي بقى ايه؟ نسيتي ولا ايه؟ الشخص الغريب ده. يا نهار ابيض يا بطة، الدنيا اتغيرت. انا رسمتك على تندري. رسمتك اهو. انت مجنون. رسمتك انت مجنون. انت مجنون. نسيتي؟ نسيتي الدق ده؟ رسمت مين يا عم؟ روحت نيل كده. الدق ده؟ وريني دراعك. وريني دراعك. انت متخلف عليه؟ كنت تتبع اسمي عليه. ما تقلش ادبك. تمام تمام بت خلاص عشان متعدين نفضل يعني انك في الاسم نتفاهم ونتكلم. في الاسم يلا بينا على الاسم. واحده واحده يا اختي يا سلام. الو ايه يا دوده؟ تعالى لي بعد ابنة تعدي اخدك يا عم. ده انا داخل عليك هاخدك هاخدك تستناني على نطة الشارع. يلا انت بتكلم مين انت؟ يا بت ماما بت بت كلام كلام بتني دوق. نزلني على جنب. مش هنديلك. بقول لك نزلني بمس بيفتح. تعالى دودة. تعالى يا دودة. مين ده؟ بسرعة. ده دودة. تعرفي ده مين اول ما يركب هتعرفيها ايه؟ عامل ايه يا مهرج؟ نسيتي ولا ايه؟ بقول لك نزلني على جنب. دودة بص مين دي يا عم دودة؟ هي ولا بطة؟ هي بطة. انت متخلفين على الصخر. اه بطة. انت بطة منين اكتفيت يا بطة؟ بطة. بقول لك ايه يا جدعان؟ انت كمان على الصخر. هخلي نهاركم اسود النهارده. بطة بطة بطة. بطة عليكم الناس. بطة بطة بطة. ما تروحش كده يا جدعان. مش هحل غير لما اوت اوت. بقول لك نزلني على جنب. مش هسيبك غير لما اوت اوت. بقول لك نزلني. انت بتدخل فلوس يا بطة. 30,000 فلوس يا بطة. نزلني. بقول لك ايه؟ نزلني على جنب. انا هخلي نهاركم اسود النهارده. مفيش انا. وريني يا اخي. بقول لك نزلني. مش هنديلك انا خلاص خطبتك واخد حقي. نزلني على جنب. نزلوني. خد حقي. نزلوني. مش هنديلك. بقول لك نزلني. مش هنديلك. نزلني هنا. انت في الخرابه هنا. نزلني. بقول لك نزلني. نخلط وناخد حقنا. بقول لكم نزلوني. ما كناش اوبر معاكي وضايقناكي. انتوا ضايقتوني طبعا بس انا مبسوطه ان انا عرفت. مالك؟ عادي. انا قول لي صح، كنت سهران فين امبارح؟ انت كنت سهران فين امبارح وانا مكلمك على الواتساب وبعت لك صورتين. بعت لي صورتين؟ اه. بقى بسمتك يعني انت كنت في البيت مع الوليه؟ في البيت ايه؟ ما تقعديش تشغلي بالك بالوليه الحوار. كل مره الحوار انت بتقعدي تعملي حوارات وتكلمي. انا برضك اللي بعمل حوارات. خلاص بقى انسى موضوع الوليه ده. ماشي. موضوع الوليه. شغلتنا بقى ونبحث عن ذاتنا بقى. انت وحشتني. انت قلت صوتك انا بدي اسمع. فيها ايه يعني ما يسمع؟ انا بالك من الزبون ولا الزبون؟ على نفسك. مجهز لك بقى مفاجأة في العيد عالمية. بجد؟ هتوديني فين؟ هنروح دهب ان شاء الله. الله نفسي اروح شرم الشيخ ودهب. قول لي دهب تقول ما بس في ايه دهب؟ ايوه روح ده. دهب سكه وشرم الشيخ سكه، دهب دي في اسكندريه. تصدق كنت فاكره في شرم الشيخ.
راجل عصبي يعني، هتخليني البس المايو كده وانزل زي البنات الاجانب كده ونخربها في البحر؟ مايو ليه وانت الشنب ده على حموده؟ فيها ايه؟ طب والاجانب بيعملوا كده مع مراتاتهم وبينزلوا؟ الاجانب بقى والاجانب بقى لحم تخين بقى، احنا مالنا بقى؟ معلش يا باشا يعني مصدعينك بقى، مصدعينك. الله يبارك لك، الفت لك شعر ابن مدينه. يا لهوي سمعني سمعني. بحب الكلمة ناسيها، بعيش قربك معانيها، بلحنها واغنيها انا اغني. يا لهوي لو تطلع في التلفزيون كده ويشوفوك ده انت هتخرب الدنيا والله. والله العظيم ثلاثة ده كرم من ربنا عليها، يحصل كله بالصبر. بلا تاكسي بلا قرف. ليه يعني؟ تاكسي انا نشأ انا برضه. بس انت لما تبقى مشهور كده والناس يعني، انا لما ابقى مشهور ما انت هتطلعي عيني برضه، هتعمل لي حوارات والبنات بقى والدنيا ولا. طب انا معاك الحلوه على موت انا وعيني السنه دي. مش كفايه مستحمله مراتك؟ والله انت ضحينا ليه؟ ما تعرفيش ايه اللي هو ماله؟ المهم بعد ما تنزله هنروح على فين؟ يا نهار اسود. ايه؟ بقول لك ايه؟ ايه؟ هدى 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 ايه اللي جابها هنا؟ هدى مين؟ دي هدى مراتي. بقول لك يا باشا 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 انا اسف، معلش يا باشا انا عارف هتطلب تخفيف، بس انا اسف معلش هتقعد جنبك بس كان خطيبتك والنبي عشان مراتي. اقعد جنب مين؟ معلش معلش عديها بقى، عديها لقاء ما ينفعش. عديها انا اسف انا اسف عشان خاطري عشان خاطري معلش. يعني انت شايف كده؟ معلش انا اسف. طب اقول لك على حاجه، انا هطلع جدع معاك ماشي؟ انت طول عمرك جدع اقسم بالله، بس بعد الموقف ده ولا عايزه اعرفك ولا عايزه اشوفك، وامسح رقمي من عندك. ستي بس عشان خاطري وهوريك جدعنتي. طب نتكلم في ده بعدين. خلاص ماشي يا حبيبي، نتكلم في ده بعدين. نتكلم بعدين، افتح لي الباب ده بس. معلش يا باشا خد جنبك، انا اسف انا اسف يا باشا، انا عارف ان طلب داخل. معلش بالله عليك، بالله عليك ما تزعل مني، بالله عليك ما تزعل مني. معلش يا باشا انا مؤاخذه. ايه يا حبيبي؟ هي فين؟ هي مين؟ اتكلم انت. مين اللي هي فين؟ صاحبتك اللي كانت معاك. ايه يا بت؟ في ايه يا بت؟ عيب مفيش صاحبات. في ايه؟ صاحبك يا اخويا كلموني وقالوا لي ان هي معاك دلوقتي. معايا معايا ايه بس عشان معايا زباين؟ ما تحترمي نفسك. وانا مالي مال الزباين يا اخويا؟ خلاص بقى عندنا بيت يلمنا بقى. هدى امي ماشي، انا هعرفك البيت ده هيحصل فيك ايه. ما تهدى يا هدى بقى. ماشي اهدى. بتعرف واحدة عليا يا عيرة الرجالة؟ خلاص عيب. خلاص طب عيب بقى، عيب في عينيك. انت ما تتكلمش معايا خالص، وحب امي العبيط، وحب امي العبيط. اهدي بقى اهدي بقى، مالكش دعوة مش عايزة تتكلم معايا. مالكش دعوة بالراجل يا حبيبتي. جوزك خلاص كده بس بس خليك معايا بس. ما تتكلميش معايا خالص، بس انت معلش خليك هنا بقى، خليك هنا معايا بقى. ايدك ما تتمشيش عليا خالص. طب اهدي بقى اهدي. طب عشان الناس ايه؟ دي عندنا بنت لما عيب والله. هو انت خليت فيها عيب ولا نيلة؟ ماشي يا عيرة الرجالة. طب عشان خاطري عيب. ماشي يا الله الله. ترى ايه يا راجل انت بتقعد عادل؟ في ايه؟ في ايه؟ ده ايه القرف ده؟ في ايه يا عم مالك ومالك؟ هو ايه اللي بيحصل يا جدعان؟ انت مش عارف في ايه؟ لا لا الا الله، مالك يا جدع انت في ايه؟ مفيش. ما تحترم نفسك يا عم، احترم نفسك. انت مالك يا اخويا؟ استني بس استني، لا ما ينفعش. ما هو الشنب ده مش مالي عين ولا ايه؟ طلع لك شنب يا اخويا وبتعرف واحده عليا يا عيني. اتعدلي يا بت بقى. بت انا عم اتبت. اتعدلي. عايز اسمع صوتك. اتعدلي بقول لك. ما تقوليش اتعدلي، انا مش شغاله عندك. لا ده انت زودتها قوي بقى. الله 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 الله. لو انت مش حاسس في ايه، مش شايف انت ايدك بتسرح فين ولا ايه؟ بتسرح؟ ثواني بقى ثواني كده معلش يا صاحبي. ثواني لا مؤاخذه عشان انت شكلك ايه؟ انت شكلك كده مش مظبوط وعايز حد يظبطك. انت شكلك مظبوط يا عم انت وهي و انت ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ انا شويه ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ ايه ده؟ ايه احنا في العربيه ولا ايه؟ وهي عينتها يا عم انت في ايه يا عم؟ مالك في ايه؟ مالكش دعوه بيا انت، مالك بس 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 مع بعض شكلكم. طب خليني يا عم اسلمك يا عم. اطلع على اولي اسم يا عم. بص قلت لك يا عم خلينا نمشي يا عم. ولا ولا الزبط يا عم. اطلع يا عم. لا اله الا الله. على انت بقول لك ايه؟ خلاص انت مش هتعاصي يا عم. بقول لك ايه؟ حرام بقى يا عم. بقول لك ايه؟ ايه ده ايه ده ايه ده ايه ده؟ اطلع على اسم. طب اديني بنت ساكتة. طب اديني بنت ساكتة. بس 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 ب
بس خلاص بس بنهزر بنهزر معاكم بنهزر معاك بنهزر معاك والله بنهزر دي باروكه بنهزر معاك دي كاميرا والله العظيم بنهزر معاك احنا بنصور زي الحلقه دي ولا من زعيم على فين؟ نزل الحسن. طيب لا لا عادي بتمن لما تقله بتمن لما تقله عليكي لا انت حضرتك لا لا يمكن لا انت انا عارف لا انت انت انا عارف انا ايه انت بطه لا انت بطه انت انتتيني انا اعرفك اصلا تعرفيني تعرفيني تويت قوي انت ومامتك ام بطه ايه انتيتي ولا ايه الثلاث اربع تنين اللي فاتوا خلوكي ما خدتيش بالك مني قعدت ليه عشان انا ما اعرفكش اصلا لا تعرفينيه انت اكيد عمرك ما هتقولي انك تعرفيني شارب حاجه لا انا متلف حاجه طبيعي يعني انا طبيعي التبكه فاكره التبكه ايه يا بطه فاكره الدبدوب الدبدوب اللي كنت بجيبه لك من اتنين ونط وتعالى بط ايه نتيتي ولا فسترت لا لا يا حبيبتي افطرت لا انا متاتت وانا تيبت ايه التبكه بتاعتي فاكراها التبكه؟ لا مش فاكره التبكه ام تسع تلات جنيه اللي خدتيها انت ومامتك وهربتوا واختفيتوا من المنطقه عشان 9000 جنيه هنهرب ونسيب المنطقه ده اللي حطت بالضبط اتغنيت طيب؟ الحمد لله طب لو سمحت بعد اذنك وصلت من توكيت وصلت من توكيت عشان انت شكلك عبيط وهطلب لك حد كده يجي لنا يقف على الطريق لا 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 الطوب اللي انت عداه انا والله ما هحلك لان متعبيط لا عبيط لان متعبيط انت بطه وايه ايوه انت بطه وبتحودي ومتهتيبك ده الدنيا اتغيره ايه الدنيا اتغيره قوي لا مش صغيره اقسم بالله الدنيا اتغيره انت فين شكلك عبيط الو شكلك عبيط يا جوده تعد اعدي عليك يا جوده طب كويس انا قدامك تعالى 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 تعال. ليه حد يقف لي على الطريق ياخدني عشان في حد ارتب دوده ايه يا دوده ازيك يا مرعي ايه يا دوده عامل ايه يا مرعي حبيب قلبي اخبارك ايه يا حبيب قلبي انا بط كده وراك يا دوده دي مين ليه مين بط كده مين هي بطه بطه جبتها منين دي سبحان الله الدنيا اتغيرت يا جوده حرام عليك ده انت قالب عليها الدنيا انت فين يا ظلمه انت كمان مجنون انت فين حرام عليك الراجل لف الدنيا عليك انت وامي حرام عليك يا ظلمه انا اتدوبت وسميت بنتي بطه ده الراجل رسمك على ايديا على دراعي على دراعي بطه هي دي بطه يا بطه بقى اهي اهي وعلى صدره اهي ولا بطه ولا وزه طيب ولا بطه ولا وزه فلوسي خلطت على حب العديد فاكر يا صاحبي على حب العديد وعلى افلام محمود عبد العديد وعلى مسلسلات احمد عبد العديد وياسمين عبد العزيز واي حاجه اخرها عزيز يا نهار ابيض احنا متمدنين انا ليا عندك تابته التابته بتاعتي اللي عندك متعتبها فين الشبكه دي التابته دي امي سرقتوها اتعصب عليك يا حراميين يا سرقيين بطل مش ليك يا مرزوق امال بطل مين؟ ليا ليا؟ يعني انتوا كنتوا دافنينها توا من الاخر شكلكم مدانيين كانت لنا مدانيين كانت لنا مدانيين فلوتي هاخدها يا اما ذهب يا اما مدوهرات انت اكيد يا اما انت فاهمه بقى انا مش هحل النهارده انا هاخد الذهب اللي معاكي خد يا صاحبي اللي انت عايزه اعمل ميه نار ادلقها في وشها دي ميه نار ادلقها في وشها الذهب اللي معاكي وشي الذهب اللي معاكي اقلعيه اللي انت كنت جايبه لي اللي هو انت بقى ده اللي انت كنت بتحلم اطلق ميه النار في وشها ميه النار ايه دول مش هتنزلي يا الهبل دي قول لي يا بنت موبايل ده خد حقك يا الموبايل ده قال لها الشعر قال لها الساعة دي بتخربش دي بطة بقت بتخربش يا قلبت قطة ما بقتش بطة ده الراجل رسمي على ايديا ده انا راسمها اهو ده انا راسمها اهو بص البطة عاملة ازاي والبوز هو البوز البوز يا بوز
انا هخطفك يا بنت، مش هتنزلي، انا هخطفها. اذبحها اذبحها، خد منها فلوسها. سيبت اعصابي. سيبنا اعصابك؟ بس انا حاسك باعصابك هاديه. لا انت واحد بيخطفك ومش عارف انت مالك هاديه كده ليه. انا هاديه. السلام عليكم. وعليكم السلام يا كات. بقول لك ايه يا علي؟ ايه قلبك؟ امبارح ودعنا وروح، مش جاي ومش باين. يا راجل اسمع بقى. ايه قلب القلب؟ احلى يوم في حياتي. اقسم بالله انا هعوض لك كل الايام الوحشه اللي شفتيها في حياتك معايا. بس المخفيه مراتك دي بس ما تبقاش لازقه جنب التليفون. بحس انها بتنرفز قوي اول لما بسمع صوتها جنبك. يا ستي سيبيها على الله، ما تقعديش كل ما نتكلم في حوار يا لولو تقولي لي مراتك مراتك، عشان الحوار ده خلي بالك بيعمل لي الساكت امبلة. يا حبيبي ما هي دي عقدتي في حياتي. سيبيها على الله، كله بالصبر، كله بالصبر. ما تسمعني شعر من اشعارك. سمعك. الحب حالة. الحب مش شعر وجوالة. يا لهوي. الحب ان قلب حبيبك انت جب. الحب حالة. بدوب من كلامك. اقسم بالله انا يا بنتي بتدوبي ايه؟ بتدوبي ايه ده؟ عشان انت رومانسية. عشان انت حبيبي بس. ما اقدر اقولش احنا اسفين، معلش انت فاهم. خد راحتك بقى، اسفين على ايه بقى؟ ماشي يا باشا، والله الدنيا في ال لا لسه، خد راحتك يا باشا. يا عم الله يصلح حالنا وحالنا. مصر ياما يا سفينة. فلاحينك ملاحينك مدحينك. يا لهوي. شد حيلك. الله عليك. شد حيلك. بقول لك ايه، شاعر وشعر، حب وحبيت، قوي سهر وسهرت كتير، سفر وسافرت ياما، دلع دلع قوي. اعمل ايه تاني يا بنت؟ اتجوزني بقى. لا حد هنا وبشد حرام الرياض. ليه بقى؟ عشان ام العيال رضيه. اعمل ايه طيب؟ ما انت يا راجل طلقها واخلص، امال انا بجد ليه؟ اطلق ايه؟ طلقها. ده ديزل. يا نهار اسود، بقول لك ايه؟ ايه ده؟ هدى. هدى مين؟ باشا هدى مرات باشا. نعم. معلش معلش لولو، انا اسف باشا. هتاخد لولو جنبك؟ معلش. ياخد لولو مين؟ معلش لولو، معلش انا هاخدك اصلا. ده انا العشق. لا معلش، في ايه بقى كده؟ عشان خاطر اقف جنبي. في ايه؟ تصدق ان انت راجل مهزأ وانا غلطان اصلا اني عرفت واحد زيك، وعشان اعرفك اني جدع واجدع منك واحسن منك هعمل معاك الجميله دي، ومش عايزه اشوف وشك ولا اشوف رقمك على تليفوني تاني. والله نتكلم في افتح لي الباب بس خلص، مش عايزه اعرفك تاني. يا علي خدها جنبك يا باشا، معلش عشان مراتي هتعمل انها مراتك. اعمل انها مراتي؟ انا اسف، انا اسف. الله يبارك لك يا عم. الله يبارك لك يا باشا، عشان مراتي زق معايا اليوم. الله يبارك لك، ده انا هروح في دهب. خش اقدر عليك يا جماعه. الناس وانت مش مهبده. مفيش اي حاجه يا باشا. مراتك يا باشا خلاص بقى، الله يكرمك. مين اللي مراتي؟ اللي قاعده جنبك بقى، مراتك يا باشا بقى. عشان البي خايف من المدائن. ماشي لا حول الله رب. لا حول الله. ايه يا دودو؟ يا حبيبتي تعالى. هي فين؟ يمين. هي فين؟ بس وطي صوتك عشان هي فين؟ يمين يا بنت. ايه يا بنت يا مين؟ يا صاحبه اللي مصاحبها عليا. مفيش حد مصاحبه بنت بقى. بقول لك ايه؟ هتطلع دلوقتي حالا هي فين وانا هفرج عليك خالق. يا ست مفيش حاجه، عيب بقى معايا زباين بقى، ما تلمي نفسك يا بنت بقى. اتعرف عليا واحده يا هبه الرجاله. اعرف عليك ايه؟ شنب وبتعرف واحده عليا. طب ايه علاقتي بالسنب؟ ما تمديش ايدك عشان ما انا زباين. ده انا عليك خالق، ده انا هوريك اللي عمرك ما شفته. يا بنت معايا زباين يا بنت. وانا مالي ومال الزباين يا اخويا؟ ما تهدي طيب. ما تتكلمش، مالكش دعوه انت خالص. خلاص عشان الناس دلوقتي. بس يا بنت العضاضه، يا بنت العضاضه، يا بنت العضاضه. ما تتكلمش، قلت لك مالكش دعوه انت. كبرت وبقيت تعرف واحده على مراتك. انا كنت صغير ولا ايه؟ ما كفيتكش، مش مالي عينك. انت كمان. ايه ده في ايه؟ يا ربي على القرف في اليوم اللي مش معدي ده. يا عم مالك يا عم انت في ايه؟ خلاص ما فيش اي حاجه. اقعد بادبك، مش عايز اخرب عليك. انا مع خطيبتك. وانت مع خطيبتك ايه يا ابو خطيبتك؟ مفيش حاجه. بص قدامك يا اسطى بعد اذنك. بقول لك يا بنت انت بس 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 خلاص خلاص بس 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 يا ست خلاص بقى، خليكي هنا بقى. بس بس طب خلاص بقى، خلاص عشان الناس. الله انت بتعمل ايه؟ يا نهار اسود. انت بتعمل ايه يا معلم؟ يا ايه يا باشا؟ ما عملتش حاجه. ما عملتش ايه؟ ما عملتش حاجه خالص. طب سميتك وزينك يا ابني. ما عملتش حاجه. ايه ده؟ ما عملتش حاجه. مسكتها وانا مسكتك. في ايه يا باشا؟ انا ما عملتش حاجه. ايديك 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 ايديك. استنى بس يا هدى دلوقتي. استنى بس. استنى يا هدى. انا هعملها يا اخويا. انا عايز العضاضه يخرب بيتك. في ايه؟ هو في ايه؟ بس 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 ب
اهدي يا نهار اسود. طب اهدي بقى اهدي. طب اهدي خلاص. انتوا عاملين فيلم علينا ولا ايه؟ انتوا عاملين فيلم علينا. انت بتحرش. انت يا انت متحرش. انت يا عم في ايه؟ انتوا نصابين ولا ايه؟ نصابين يا جدع. انتوا فين نصابين؟ حرام. انتوا اوعي بقى. بقول لك اطلع علينا. نصابين كده. اوعي. اوعي. انتوا نصابين. انتوا نصابين وحراميه. حراميه ايه على الاقل؟ انتوا نصابين وحراميه. بس بقول لك ايه بنهزر. بص صوت في كاميرا. دي كاميرا. هو يا عم بلا كاميرا. بنهزر بنهزر. هو يا عم بنهزر بنهزر معاك والله. كاميرا بس 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 كاميرا. انت بتصور دلوقتي؟ بتصور والله العظيم. ده هزار. صور صور ازاي يا عم؟ مقلب 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 مقلب. ايه يا عم الصحة دي جايبها منين؟ انت جايب الصحة دي منين يا عم؟ يبقى انا بتحرش. حرش بالبنت؟ انا ما اقدرش اتحرك. انتوا اللي قلت نصابين عليا. لا لا انت دورت الدنيا يا حبيبي. نزيع الحلقه دي ولا لا؟ حبيبي زيع يا باشا. يا عم انا هعمل لك ايه؟ انا هوريك. انا هوريك. طلع تليفونك. طلع تليفونك. طلع تليفونك يا اللي بيه يا بنت. اللي بيه هات اللي معاك يا انت. عايز تحرش يا ولد الكلب. ولاد كلب. انا هعرفك امتى. انا هعرفك امتى. لا انا هحله وانا هحله. بص دي كاميرا يا عم. انت على مجانين يا عم. ايه ده بس؟ دي كاميرا بنصورك يا عم. كاميرا ايه؟ بنهزر معاك. روق والله العظيم. بنهزر معاك. بنهزر معاك والله. معلش انا عارف الكاميرا خدعه. زعلت ليه؟ انت قلبك بيدق جامد. انت بتحب قلبك بيدق جامد. ده بيحبك يا عم. ده ما فيهوش تهريج يا عم. مذيع الحلقه دي ولا لا؟ مذيع.